طبعا بداية أولى أخبارنا اليوم عن الإفراج عن الفنان غسان إسماعيل الذي لطالما انتقد العشائر والأعراف الاجتماعية في أدواره، لكنه بعد حادثة مؤسفة دهس شخص راح ضحيتها، وتمت أيضا تسوية هذا الموضوع عشائريا مع ذوي الضحية. بعد طبعا التنازل أهل المتوفي، غسان إسماعيل في بوست له على الفيسبوك: عيشوا أيها الأحبة ولنكن دائما ممتنين للنعم التي بأيدينا. أكيد لازم نشوف آراء الناس من خلال أخذ بعض تعليقاتهم حول هذا الموضوع من السوشيال ميديا. أولى هذه التعليقات من الفيسبوك يقول: ترى أكو حق عام وحق خاص، الخاص تم التنازل عنه، بس الحق العام ليش ما تم سجنه باعتباره جايرون وما ملتزم بالقواعد المرورية وتسبب بوفاة شخص، وهاي 40 مليون الفصل ما تحل مشكلة أيتام الميت، ليش القانون على ناس وناس؟ أكيد مستمرين بأخذ التعليقات مشاهدينا حول هذا الموضوع المتداول. وتعليق آخر من الفيسبوك يقول: ب40 مليون نعيش، ليش ما نعفي ونقول قضاء الله وقدره ويتكفل لعائلة المتوفي بمستلزمات معيشتهم. وتعليق أخير مشاهدينا حول هذا الموضوع، التعليق الآخر من الفيسبوك يقول: دائما ببرنامجهم يسخرون من العشائر، هسه قام يتوسل بس يطلعوه.